أسعد بحضور الدكتور عماد بن عامر في هذه الصبيحة. صباح الخير دكتور، جمعة طيبة. صباح الخيرات والبركات أختي حياة، وجمعتكم أطيب. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والرشاد، وأن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال. اللهم أمين. بركة الشهر وبركة اليوم وبركة الانتصارات هذا الشهر، الانطلاق بشهر الانتصارات، وربما أمثلة كربما فتح مكة نتكلم عليها، وإضاءة أيضا ووقفة على غزوة بدر. تفضل. وكذلك أختي حياة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كما تفضلت، إذا تحدثنا عن شهر رمضان، شهر رمضان هو شهر المكرمات وشهر الخيرات وشهر التنافس في المبرات وشهر الانتصارات. إذن هذا المعنى الجميل وهو الانتصار هو متضمن في شهر رمضان، بمعنى مع شدة الجوع والعطش والتعب الذي يناله الصائم، ومع هذا نجد بأن أعظم الانتصارات التي حققها المسلمون عبر التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني إنما كان في شهر رمضان. نعم. كنا قد تحدثنا الأسبوع الماضي عن غزوة بدر. نعم. وإن كنا قد استبقنا، لأنه غزوة بدر مناسبتها جاءت وسط الأسبوع. نعم. فاستبقناها في الجمعة الماضية وتحدثنا عن غزوة بدر التي كانت أعظم انتصار حققه المسلمون، كان في 17 من شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة. نعم. وكانت أول ملحمة وأول معركة ظهر فيها الإسلام وانتصر فيها الإسلام، ولم يمنع الصيام، لم يمنع المسلمين على قلة العدد، كانوا تقريبا ثلث عدد المشركين، لم يمنعهم الصيام من أن يحققوا هذا الانتصار. لماذا؟ لأن هذا الانتصار إنما هو مستند على الإيمان، فهو انتصار بالإيمان ليس انتصارا بالعدد ولا بالعدة، لأن كل المقاييس الحربية والعسكرية التي كانت في الميدان تقول بأن الانتصار سيكون لصالح المشركين، ولكن هذا الصيام الذي هو من أرقى العبادات التي يرتقي بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى مع قوة الإيمان مع قوة التوكل، هو الذي أنتج هذا الانتصار العظيم الذي دون في شهر رمضان، بمعنى أن رمضان ليس شهر للكسل ولا للخمول. نعم. هذه الغزوة الأولى، وأيضا قيم أخرى في غزوة بدر أستاذ، طبعا تعلمنا من مبدأ الشورى للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، قيم كثيرة كانت. نعم. مجسدة فيها. طبعا هو أخذ. نعم. بما يسمى بالخطط الحربية. نعم. طبعا، ولكن أهم شيء هو الإيمان، وهنا قوة الروح وال... نعم. هنا والعقيدة تتضح. نعم. الآية الكريمة. نعم. كم من فئة قليلة. صح. غلبت فئة كثيرة بإذن الله. صح. هذه أول غزوة، ثم نتحدث عن آخر غزوة وهي فتح مكة. نعم. طبعا نضرب صفحا ونمر على كل المعارك والغزوات التي خاضها المسلمون إلى فتح مكة، وبينهما 6 سنوات، إنه فتح مكة كان في السنة الثامنة للهجرة. نعم. في 20 من رمضان، اليوم نحن في 19 من شهر رمضان، لذا نحن نحتفل بهذه المناسبة 20 من رمضان. نعم. تصوري 6 سنوات، يعني تحدث هذه النقلة النوعية. قبل 6 سنوات خرج النبي صلى الله عليه وسلم، خرج مضطهدا، خرج فارا بنفسه ينجو فقط. بعد 6 سنوات النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى تلك المنطقة، إلى تلك القرية وهي مكة المكرمة التي أرادت أن تقتله بالأمس، التي كانت تسيطر على مكة، وكانت الأصنام ممتلئة في شوارع مكة، وكانت الكعبة المشرفة ممتلئة بالأصنام، يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا في السنة الثامنة للهجرة. وطبعا نحن نتحدث عن الملابسات والظروف والإرهاصات التي سبقت فتح مكة على رأسها صلح الحديبية، إنه فتح مكة إنما هو تتويج لصلح الحديبية. نعم. وصلح الحديبية يسمى فتحا أيضا، نزلت سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويقصد به صلح الحديبية. نعم. ثم بعد ذلك، بعد صلح الحديبية، يأتي فتح الفتوح. مكة يسمى بالفتح الأعظم أو يسمى بفتح الفتوح، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. نعم. لا هجرة إلى المدينة المنورة هجرة واجبة. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام، بعد فتح مكة صارت دار إسلام. الحديث عن نتائج فتح مكة وعن الملابسات يعني حديث عظيم جدا، فقط نحن دوما نستذكر تلك المقولة، مقولة النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، وتلك الرحمة وتلك السماحة.
التي خرجت من قلب النبي صلى الله عليه وسلم الممتلئ رحمة بالناس، من دخل دارا فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما تظنون أني فاعل بكم، أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه المعاني السامية، هذه تتويج لفتح مكة، وهذه المعاني السامية هي تلخيص لعدالة الإسلام ولسماحة الإسلام. الله يمهل ولا يمهل، نعم. تنتصر ولو بعد حين أكيد. وأيضا دخلنا كيف دخل النبي، دخل متطئ الرأس، نعم. وهو يرجع القرآن، يردد القرآن، مما يدل على أن نشوة العظماء والقواد المنتصرين، القادة الذين ينتصرون، وهذه النشوة في تواضعهم، نعم، هذا أمر آخر يعني بمن لم تأخذ تلك النشوة، نشوة الانتصار. إنه أغلب القادة الذين ينتصرون في الحروب إذا دخلوا قرية أفسدوها وأهلكوها، صحيح، وجعلوا كما وصل القرآن، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، نعم. ورب قال وكذلك يفعلون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل الأعلى للقائد المنتصر ولكنه يتواضع لله رب العالمين. هذا فيما يتعلق بفتح مكة وبالانتصارات، نعم. التي حدثت في شهر رمضان. نعم. النقطة الثانية، نحن في نهاية العشر الأواسط من أيام الرحمة إلى أيام المغفرة إلى الأيام العشر الأواخر والعتق من النار، أكيد هي فرصة، وأيضا حتى نستثمر في هذه الأيام، وأجمل استثمار واستثمار في الدين، فكيف نتكلم عن استغلال هذه الأيام المباركة، خاصة أنه فيها ليلة القدر في هذه الأيام؟ صدقتي أختي حياة، نعم. الحديث عن العشر الأواخر هو حديث ذو شجون، لأن العشر الأواخر هي بمثابة الثمرة أو الجنة، جنة على البستان، يعني المتعلق بشهر رمضان. شهر رمضان كله بركة، سواء تعلق بأوله وكما وصفته بأنه رحمة، أو بأوسطه، ونحن تقريبا نودع هذه الليلة الأخيرة المتعلقة بوسط رمضان، انتهاء بالثمرة وهي أواخر رمضان، أو ما يسمى بالعشر الأخير، نعم. أو ما يسمى بالثلث الأخير، نعم. على اعتبار أن الشهر 30 يوما، فعشرة أيام هي ثلث الشهر، نعم. هذا الشهر هو هذا الثلث، العفو، هو المقصود. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كما ورد في الحديث، كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، يعني لما يدخل رمضان الاجتهاد يتضاعف مقارنة بما قبل رمضان، نعم. ثم تضيف عائشة رضي الله عنها، وكان يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في أوله، بمعنى أن وتيرة الاجتهاد تتصاعد كالإنسان الذي يتدرب، فإن التدرب أو عملية الإحماء كما يقال تبدأ بطيئة ثم تتسارع. لهذا في عدد من الأعداد أتذكر دكتور تكلمنا عن عدم إجهاد النفس، والأحسن أن الإنسان يكون متوسط ويدوم الاستمرارية. حسنتي. هكذا يعني نطبقها في شهر رمضان، يعني ليس نرهق نفسنا في الأيام الأولى بكثرة السهر وتدريجين حتى لا نضيع نهاية الشهر، خاصة مع تعب الصيام. وهذا مقصود، لذا نعم. من الخطأ الفادح أن نجد بأن المساجد تمتلئ، نعم. في بداية رمضان، ثم بعد ذلك تفرغ في نهاية رمضان، نعم. بمعنى حينما يأتي وقت الجني تجد بأن الناس يعني تفروا وتنفروا من المساجد، هذا، نعم. من الأخطاء الفادحة. لذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجتهد في العشر الأخير ما لا يجتهد في العشر الأول والأوسط، نعم. وورد في أحاديث أكثر صراحة كقول عائشة رضي الله عنها، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وشد مئزره وأحيا ليله، أيقظ أهله، بمعنى أنه يوقظهم في الليل من أجل قيام الليل، ما يسمى عندنا بصلاة التراويح وصلاة التهجد، نعم. التراويح والتهجد هي وجهان عملة واحدة، فقط في رمضان أول الليل يسميه التراويح لأنهم كانوا يروحون بين كل ركعتين، يصلوا ركعتين ثم ينتظرون، لماذا؟ لأنه كان القيام متعبا. وفي آخر الليل نسموه التهجد، نعم. ولكن تراويح التهجد هي قيام الليل، هي الصلاة بالليل، نعم. هذا كله قيام الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله لكي يشاركوه في هذا الأجر، في أجر القيام، ويشد مئزره، هو كناية عن ترك النساء والابتعاد عن النساء، ويحيي ليله، بمعنى أنه يحيي هذا الليل بذكر الله سبحانه وتعالى وبقراءة القرآن وبقيام الليل. وقد ذكر عن السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون في الليلة عشرة أحزاب، بمعنى خمسة أجزاء، لو قدرناها في المصحف عندنا معناها من بداية البقرة إلى ختام سورة النساء،
صوت بقرة، صوت آل عمران، صوت نساء، هذه تساوي 10 أحزاب أو تساوي 5 أجزاء باعتبار أن الجزء فيه حزباني. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف 10 الأخير. معنى الاعتكاف هي السنة الزائدة عن قيام الليل أو عن كثرة الاجتهاد والطاعة، بمعنى أن الاعتكاف هي أن يحبس الإنسان نفسه في المسجد في معتكفه، بمعنى أنه لا يخرج إلا لضرورة، يدخل في 10 الأواخر ويخرج صبيحة يوم العيد، هذا يسمى الاعتكاف. نعم. طبعا الآن في العصر الحديث الاعتكاف قريب صار صعبا مع مشاغل الناس ومع ارتباطات الناس فيصعب، ولكن الإنسان يستطيع أن يعوض في الاجتهاد، أنه يجتهد في الطاعة، يجتهد في قراءة القرآن، إذا كان يقرأه حزبا في اليوم في الأيام العادية في رمضان فإنه يستطيع أن يضاعف هذا المقدار وهذا الورد في 10 الأخير. وكما ذكرت قبل قليل 10 الأخير من بركتها هي مباركة كلها، لكن من بركتها أن فيها ليلة العمر، ليلة القدر، وليلة الشرف اللي هي ليلة القدر. هل فيها بوادر لهذه الليلة ربما مذكورة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، فيها علامات. أولا ليلة القدر هي ليلة مبهمة ليست معينة. نعم. هي موجودة في 10 الأواخر، هذا على مذهب جماهير العلماء، لأن هناك من قال بأنها موجودة خارج 10 الأواخر، موجودة في ليلة 17 التي وقعت في غزوة بدر. نعم. ولكن الراجح عند العلماء أنها في 10 الأواخر، لأن النصوص الحديثية تقريب متضافرة متفقة على أنها في 10 الأواخر، وهناك أحاديث تعينها أكثر وأكثر. فهناك أحاديث تعين بأنها في 10 الأواخر، أحاديث تعين بأنها في 7 الأواخر، أحاديث تعين بأنها في الأوتار. أوتار بمعنىها الليالي الفردية، معنى ليلة 21 وليلة 23 25 27 29 31 خامس شهر، إذن هي 5 ليالي. نعم. هذه الليالي الخمس هي أرجى الليالي، معنى الإنسان الحصيف الذكي أنه يجتهد في 10 كلها، ثم يجتهد أكثر في الأوتار. نعم. التي ذكرناها من 21 حتى 29. يقال هناك صفاء في السماء، سنصل إليها. نعم. وعدنا حنا عند المالكية وعند جمهور العلماء يقولوا هي أرجى ليلة، يستعملوا العبارة يقولك أرجى ليلة هي ليلة 27، يعني بمعنى احتمال كبير أنها تكون في ليلة 27. ولكن كثير من العلماء قالوا بأنها تنتقل بين الأوتار، معناها قد تكون هذه السنة ليلة 25، في سنة أخرى 21، 29، تنتقل. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليلة القدر في ليلة 21، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في صبيحتها أعطى لهم أحد العلامة، قال لهم أنه ينزل مطر، تسجدون على ماء وطين، يسكي يجعل الماء وطين معناها نزل المطر. نعم. الغيث في صبيحتها نزل المطر، وما كانش في ليلة 27 وما كانش في 25. فالعلماء يقول بأنها أرجح أيضا حتى يظفر بها من يداوم. أحسنتي. لو كانت يوم محدد ربما هذا من باب التحفيز. نعم. إلى المسارعة إلى الخيرات. نعم. ثم ننتقل إلى ما ذكرته العلامات. نعم. ذكرت لها علامات في السنن النبوية. نعم. هذه العلامات منها أنها ليلة هادئة وليلة صافية. نعم. وليلة معتدلة، لا هي حارة ولا باردة، والإنسان المؤمن قد يشعر فيها بالسكينة. نعم. طبعا هذه الأوصاف قد لا يدركها كل الناس. نعم. هناك من يحرم هذه الأوصاف يقول كان هذه الليلة ما حسيت لهاش كامل. نعم، لأنه محروم، لأن قلبه مغلف، لكن القلب الصافي المؤمن قد يستشعر هذه العلامات، خصوصا السكينة والسلامة. لأن الله عز وجل وصف هذه الليلة بأنها سلام. لماذا هي سلام؟ سلام لكثرة الملائكة السياحين في الأرض، فتكتظ الأرض بالملائكة. وصبيحة ليلة القدر أختي حيث صبيحة ليلة القدر أيضا الشمس حينما تطلع لا تكون شديدة، يكون شعاعها خفيفا ولا تكون حارة. إذن هناك علامات في ليلة القدر، وهناك علامات بعدية أيضا بعد انقضاء ليلة القدر. ختام الحديث وفي عجالة ربما، هل هناك إرشادات لما يمكن أو يستحب القيام به في ليلة القدر، أو ربما ما تعلمناه من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ أحسنتي، هذه نصيحة بلغة الأهمية. إضافة إلى ما ذكرناه الاجتهاد، أهم شيء هو أن الإنسان يسعى لكي يصفي نيته، ويسعى لكي يجعل قلبه سليما من الأحقاد. هذا أكبر مشكلة يعانيه الإنسان، لما يمتلئ بالأحقاد، لما يمتلئ بالأمراض النفسية. القلب الممتلئ بالأحقاد، ممتلئ بالران بالسواد، هذا لا يصلح أن يستقبل نفحات ليلة القدر، لأن ليلة القدر سلام صفاء.
لا يدخل هذا الصفا ولا يصل إلا إلى القلب الصافي. فبالتالي نحن نهيب بالمسلمين أن يطلقوا الشحناء والبغضاء والخصومات، وأن تكون قلوبهم صافية صفاء ليلة القدر. ونستكثر من الذكر المعروف والدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أمين. مشكور أستاذ على كل هذه النصائح والتوجيهات. جمعة مباركة مرة أخرى، وصحف طارق، نلتقي الأسبوع المقبل بحول الله إن شاء الله. إذن مشاهدينا، من ركن الدين معاملة إلى ركن الصوم جنة، والزميلة حياة سعيدي أعدت موضوع مهم جدا فيما يخص رمضان وصفة صوم النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فلنتابعه ولنعود.